السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في مباشرة من ثلاث ولاد فارس. ذا واحد سيدي حجاج معنا واحد الحالة اجتماعية وإنسانية ديال السيد الرصافي رضوان اللي هو كورتي ديال الطاكسيات، كيعاني من واحد المرض ديال القلب، بغي يدير واحد العملية جراحية، عنده وليدات. شحال الوليدات عندك السيد؟ عنده 6 ديال الوليدات، عاطل عن العمل دابا. كان مسكين كورتي ديال الطاكسيات، بغي يدير واحد العملية جراحية على القلب، غادي يعاود لينا يعني الظروف ديال هاد. تفضل السيد. انا خويا كنت خدام، كنت لاوط على الوليدات شويه، بعد مرت حسيت مشيت على الطبيب. نعم. دوزت على الطبيب وقال لي خاصك دير عمليه، عندك 2 عروق تسدو في القلب. نعم. خاصك قال لي عمليه ديرها. مشيت لميريزكو عطاوني رونديفو. نعم. عقبت مشيت لواحد الكلينيك داوني لي شي ناس باش نسول شي مصحه خاصه بالدار البيضاء. في الدار البيضاء ديت لهم هاد الوراق وديت لهم سميت الراديو وسميت هادو. نعم. قالوا لي خاصك شي 6 مليون باش نديرها، وانا ما عنديش 4 دريال، ما عنديش، وعندي الوليدات 6، ودوك انا عاطل على الخدمه، دوك ما صدت ما ناكل ما صدت ما نشرب ما صدت ما هذوك الدراري 6 وما عنديش فينا، انا نتلاوط ما عندي حتى ما ناكل، الماكله ما تليش ما ناكل. عاد كان هو دابا ندور في فيلا. انت مدة سي رضوان باش تصبتي بهذا المرض؟ دابا شي 3 شهور. 3 شهور؟ اه. ودابا يعني من 3 شهور يعني بغيتي تحاول انك دير هذه العمليه الجراحيه، ولكن للاسف ما صبتيش. ما صبتيش يعني ما خليت فين مشيت. مشيت ميريز عطاوني رونديفو، مشيت لعند الاخرين مولين الكلينيك قالوا لي خاصه اللي طلبوا لك مبلغ ديال 6 مليون. 6 مليون وانا ما عديش 4 دريال، وخاصني ما ناكل. دوك اصبحت الدراري كيغوتوا ما عندهمش، وانا كنعاني من المشكل ديال المرض. عندك 6 ديال الوليدات؟ عندي 6 الوليدات. درت تحاليل، درت سميتو كل شيء، قالوا لي خاصك العمل، عندي 2 عروق مسدودين ديال في القلب. بوشيل ليا. ودوك انا عاد واعر، ما عيني لراسي، ما عيني للوليدات، ما عيني. وكنطمن المحسنين باش يتعاونوا معايا. كنطلب انا باش يتعاونوا معايا في هذه العمليه، ويتعاونوا معايا المحسنين على هذه الوليدات باش نسير عليهم.